اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، محور خاص جديد، اهلا وسهلا. حوار اليوم بيدور مع حضراتكم عن مقترح قدمه وزير التنمية المحلية الجديد، فكرة تشكيل مجالس اقتصادية في كل محافظة تساهم في وضع الرؤى التنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة على الإطلاق. طبعا معروف ان في خريطة استثمارية لكل محافظة بيتم فيها تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة سواء للاستثمار المحلي داخل المحافظة او الاستثمار الاجنبي. كمان لما يكون في مجالس اقتصادية هتقدم المشورة بشكل او باخر، وبالتالي تعظم من هذه الفرص الاستثمارية. هذا هو موضوع هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء سابقا وخبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة. دكتور منورني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اسمح لي نتواصل سويا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد قليل ابقوا معنا. دعم الإنتاجية والتوظيف وتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة في المحافظات، تعمل الدولة على خلق آفاق عملية على أرض الواقع لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة، إضافة إلى دعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة. يأتي ذلك في ضوء مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة من أجل دعم الإنتاجية والتوظيف وتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة في المحافظات. مشروع قوى عاملة مصر يساعد في تحسين ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية وتطوير مهارات القوى العاملة بما يتلائم مع سوق العمل، وذلك من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة للحد من الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وإعداد استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية لكل محافظة تتضمن استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية المحلية. وتعمل الدولة بخطة طموحة وهادفة لاستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة. من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كمان بجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء سابقا خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة. دكتور منورني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. يعني ايه فكرة تشكيل مجالس اقتصادية دكتور؟ خلينا طبعا يعني في البداية كل التحية طبعا ليكم للسادة المشاهدين. اشكرك. ويعني برضو بنوجه برضو التحية لسعادة وزير التنمية المحلية بمناسبة الكلام عن الإدارة المحلية، ويعني وعودته للعمل طبعا بعد موضوع الحادث الأليم، ألف سلامة طبعا. ويمكن ده بداية اللي هو العودة السخنة، يعني دايما في بعض الملفات اللي هو بتبقى اهتمام القاعدة الشعبية بتاعتها كبير، يعني ممكن من ضمنها ملفات الإدارة المحلية. وخلينا احنا كشباب
مهما تكلمنا عن تمكين الشباب في المستويات التنفيذيه للدوله او المستويات التشريعيه زي مجلس النواب او مجلس الشيوخ، كان طبعا حلم تشكيل مجالس شعبيه محليه يراود الكثير. يعني أكيد. من وقت ما تم على الطاوله وضع قانون الاداره المحليه. طبعا فكره تشكيل المجالس الاقتصاديه اللي حضرتك يعني قلتها في المقدمه الجميله بتاعت سيادتك هي فكره، ويمكن احنا النهارده فعلا نقاشنا عشان خاطر نوضع هذه الافكار محل التنفيذ، لان العلم مهما كان لو هو ما ارتبطش بالواقع في الحياة بيبقى المحصلة بتاعته ولا شيء بالضبط، ولا شيء. ولذلك دايما بنبقى بنقول والله ان احنا بنمتلك حلم وعلم وواقع، بنحاول ان احنا الثلاث حاجات دي لهم بنربطهم مع بعض. ويمكن كلامي برضو في الملف ده دايما بكون فيه حساس، يعني لان طبعا الشباب بتاخد كلامنا يعني وبيبقى لديهم احلام، لان هو ده المكان الوحيد اللي هو من خلاله بنقدر نقول والله ان طالما انتوا بتحبوا السياسة يبقى البذرة اللي بتنمو فيه بذرة المشاركة عندكم، المشاركة الفعالة في المجتمع لابد أن يكون عن طريق أطر وعن طريق مؤسسات. الأطر والمؤسسات بترجع وبتصب في موضوع المجالس الشعبية المحلية. ولذلك يمكن فعلا من ضمن الاهتمامات الدولة طبعا في ظل وجود الوزير الجديد طبعا سيادة اللواء هشام أمنة، وهو بالمناسبة يمكن لما جه طبعا لهذه الوزارة كان في ميزة ان هو جه من محافظة، وكان دايما بقول ان في مشكلة ان في بعض الاشخاص في بعض الوزراء لما هو ما بيشتغلش في المحافظات فيبقى في الفجوة اللي هو انت النهارده احنا ياخد وقت حتى كمان قبل ما يفهم الملفات ويتابع الامور بشكل او باخر. لذلك لما كنا بنعمل حتى مقابلات مع كثير من المحافظات كان دايما بتتقال اللي هي الجملة، طب انا بدرس المحافظة، طب انا عايز افهم ايه ادارة محلية، انا دلوقتي المفروض ان انا الوزارة بتاعتي هي المهيمنة على كافة المحافظات، وفي الاخر كله المفروض ان كل محافظ هو رئيس الجمهورية في المحافظة بتاعته. هذه الامور الكثيرة اللي هي في وتيجي تسال المحافظ يقول لك انا باخد الجواب عشان خاطر اصدره للوزاره المختصه، اديني هشام اختصاصات عشان خاطر اعرف اخد قرار. كل هذه الامور اللي هي دايما محل دراسه دقيقه مننا ومحل ابحاث كبيره عشان في الاخر نطلع بمجتمع محل قوي زي ما موجود في كل حته. لان خلينا يعني نقول احنا برضو في سريع الحلقه ان وجود هذا المجتمع المحل القوي هيحل مشاكل كتيرة بسبب قربه من المواطن. احنا برضو بنتكلم على العاصمة ما زالت هي المركزية، لكن دعم لها مركزية المالية والاقتصادية والإدارية ده بيتطلب وجود فعلا شخصيات في المحافظات تكون مؤهلة لحمل هذه الملفات وتكون محمله. الاهم من كده اللي هو التطوير الكبير اللي الدوله شغاله فيه، ان هو ازاي تنقله للمجتمع المحلي الصغير بحيث ان احنا كل الايجابيات اللي هي موجوده مهما اتحطت في الكفه لو انت ما لقيتش الرسول فعلا اللي هو قادر على حمل هذه الاجابات وازاله المعوقات في المجتمع المحلي، لا احنا فعلا بنعاني من مشكله كثيرا انا وانت يمكن بنسال فيها ساعات في الشارع، هو ليه الموضوع ده ما تمش؟ ده ناتج طبعا عدم التواصل الجيد في المجتمع المحلي. بننزل طيب حتى دكتور، بس خليني اتكلم عن المجالس الاقتصاديه، سيادتك تشرحها للساده المشاهدين الفكره نفسها هي عباره عن ايه ودور المقترح ليها، وبعد كده هتكلم مع سيادتك في المحليات لان الكلام كتير جدا في المحليات. هو برضو فكره خلي بالك القانون القديم قال والله يتم تشكيل مجالس اقتصاديه بس بتبقى من الاقاليم الاقتصاديه كمان، فهو قسم بعد ما قسم المحافظات قسمها برضو لاقاليم اقتصاديه، لكن انا واثق ان الفكره اللي هي موجوده لدى وزاره الاداره المحليه ان يتم تشكيل مجالس داخل المحافظات. تمام، وهذا الموضوع محتاج دراسه يعني المجالس دي هتكون مجموعة من المتخصصين الاقتصاديين أبناء المحافظة بالزبط. ولا مجموعة من الخبراء برضو أبناء المحافظة ولا مجموعة من العاملين في المجال الاقتصادي داخل المحليات المتعلقة بالمحافظة مع مجموعة من الخبراء؟
هو طبعا البيان اللي طلع من الوزاره عشان ابقى صادق يعني ما قالش ما تفاصيل هذا الكلام. لذلك احنا ندوب نصائح دلوقتي لو انتوا والله عايزين تعملوا هذا الموضوع طبعا من هتشوف يعني فعاليته تكون ازاي بالظبط كده. من اهم الحاجات اللي انتوا تركزوا عليها والله انتوا شغالين في هذا الملف ان يكون الكلام ده من ابناء المحافظات، كل محافظه موجود فيها من ابنائها اللي هم جادرين بتحمل المسؤوليه. ملف اقتصادي في الوقت الحالي انا رايي ان هو ياتي في المرتبه الثانيه بعد الملف السياسي، لان احنا بنعيش برضو اللي بسبب الاوضاع العالميه التي لا تخفى على احد مننا في ازمات اقتصاديه طاحنه طبعا في كل حته تمام. فوجود بعض الخبراء من اجل اعطاء النصيحه للمسؤول طبعا حاجه جيده حاجه كويسه. الحقيقه يمكن هي كل محافظه من المحافظات زي ما اتعمل قبل كده كان ليها خريطه استثماريه موضح فيها الفرص الاستثماريه المختلفه. فكره تعظيم هذه الفرص الاستثماريه من خلال مثل هذه الافكار سواء كانت مجالس اقتصاديه او غيرها، حضرتك بتشوف الامر ده يتم ازاي؟ صحيح. هو طبعا خلينا برضو ناكد على فكره ان اعاده التقسيم للمحافظات زي ما قلنا زمان ان كثيرا من المحافظات بنلاقي الخريطه بتاعتها هي لا هي طايله البحر ولا هي طايله النيل يعني تمام. لذلك فكره التقسيم اللي كان يمكن في الاوائل في 2015 و16 طرحت بقوه في هذا الوقت بحيث ان احنا فعلا نعظم موارد كل محافظه. لان في الاخر لما بنيجي احنا بنتكلم على المجتمع المحلي بالذات كل مجتمع محلي سبحان الله في مصر بالذات ليه مميزاته. لذلك هو بس احنا محتاجين من المسؤول ان هو لما بيجي لهذا المجتمع المحلي ما يغرقش في البوسطه. وانا طبعا هم فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده لان النهارده كل محافظ عنده طبعا داخل فيه بالمناسبه برضو عشان خاطر يعني الساده المشاهدين يبقى متبسط لهم هذا الموضوع. احنا عندنا مستويات الاداره المحليه 5 مستويات اللي هو مستوى المحافظه ومستوى المركز والمدينه والحي والوحده المحليه القرويه. وهذه المستويات المحافظة بيكون تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية وطبقا لقاعدة تقابل الأشكال اللي موجودة عندنا في القانون إن زي ما بيتم تعيينه بيتم طبعا عزله يعني تمام. يأتي في نفس الدرجة اللي هو نائب المحافظ برضو بيتم تعيينه بنفس الطريقة. أما بالنسبة لمستوى المركز والمدينة والحي فده طبعا بيتم وفي السكرتير العام والسكرتير العام المساعد كل ده بيتم خلي بالك السكرتير العام هو رمانة الميزان أيوة هو المسؤول المال والإداري هو محرك للمحافظة. للكثير من الملفات هو المحرك. ولذلك حتى في كنت زمان فكرتني إن كنت كاتب مقال اسمه تمكين سيرة الرئيس تمكين الشباب من الإدارة المحلية تمام. اتكلمت فيه ان فعلا يتم تعظيم الاكاديميات الخاصه بالاداره المحليه. يمكن في الوقت ده برضو اديت اسيوط كمثال يعني لو طبعا لو عندنا وقت ممكن نشرح هذه الفكره. وكنت بعظم فعلا من فكره ان بالذات السكرتير العام لازم ياتي من داخل الاداره المحليه لو في ظل تمكين طبعا الشباب سواء كان نواب او معاونين او مساعدين للمسؤول يعني. ففكرة تقسيم المحافظات اللي هو السؤال الرئيسي من أجل تعظيم الموارد الداخلية والذاتية وبحيث إن احنا فعلا كل مسؤول داخل كل محافظة يبقى عنده غيرة كده على المجتمع بتاعه اللي هو النهارده انا مثلا راجل مسؤول في محافظة الفيوم يشوف ايه الست المراكز بتوعت الفيوم ايه الميزة اللي انا ممكن اقدمها عندي بحيرة اشمعنى الفيوم تحديدا يمكن المثال اللي جه اقرب لينا طبعا بالظبط حضرتك بتتكلم يعني بتطرحه كمثال يعني بالظبط كمثال او سيان المنيا يعني او اسيوط او كل محافظة يعني كل المحافظات او طبعا طنطا كل سبحان الله كل المحافظات عندنا في جمهورية مصر العربية كل محافظة ليها ميزة محتاجة بس فقط من المسؤول ان هو يذاكرها شوية ويكون جريء في قراراته. والأهم من كده ان تكون عنده بيئة تشريعية لان برضو من ضمن الحاجات اللي يقولك اديني بيئة تشريعية اشتغل عليها. وزي ما قلنا في كثير من الامور زي ما احنا بنعمل اصلاح في كل شيء لابد ان نعمل اصلاح تشريعي. لان بص عشان ابقى صادق معاك الاصلاح التشريعي زي حتى ما تعلمنا من اساتذتنا في كليه الحقوق ذلك ان اي اصلاح في المجتمع لابد ان يسبقه اصلاح تشريعي. ايوه انت لو قلت الكلام ده لحد من اعضاء مجلس النواب هيقول لك ده احنا في اليوم بنعمل في دور الانعقاد الواحد بنعمل مش عايز اقول مئات اكتر من مئات القوانين اللي بيتم والاداره المحليه حدث ولا حرج. ما احنا كده ده انت يعني في المحليات
ممكن تبقى الامور بتاعتك 100% وممكن تبقى عكس وبالقانون وكله بالقانون يعني. هم عندهم قانون الاداره، عندهم قانون الاداره المحليه طبعا لغايه دلوقتي ما صدرش، وبالمناسبه احنا بنناشدهم برضو وبنناشد الدكتور احمد السجيني الراجل طبعا النائب المحترم ان هو فعلا هذا القانون ياخذ اهتمامه، لان ده مناشده لينا احنا كشباب يعني دايما بنقولها في كل اللقاءات. طيب في كل اللقاءات احنا نتمنى دكتور يعني يتوجد عندنا قانون اداره محليه باذن الله. يعني انا بس عايز اخوض مع سيادتك شويه في الموضوع بتاع المحليات. حضرتك قلت لي عندك كتب كتير في المحليات. اخر كتاب لكن طبعا 2019 الشباب والمحليات صناعه امل، يعني ان شاء الله عظيم. فكره توفير فرص العمل ودعم برامج التشغيل في المحافظات المختلفه، هل حضرتك بتشوف ان المحليات لها دور مع المؤسسات الاقتصاديه اللي موجوده في المحافظه مع المصانع مع رجال الاعمال في كل محافظه على حده؟ ازاي يتم تفعيل ده؟ ايوه، هو الفكره كلها ان انا لما بيبقى موجود وسيله تواصل، يعني دايما انا بسمي المجال دي وسيله تواصل بين المواطن وبين المسؤول التنفيذي، وسيله التواصل دي بتبقى سهله في الرؤى. ان انا النهارده مثلا كمحافظ لما اجي وادخل على مدينه صناعيه فيها بعض المشاكل البسيطه اللي هو ممكن انا اسف يعني يبقى مثلا اخرها توصيل مرافق او اخرها بعض الرخص تطلع مثلا من هيئه التنميه الصناعيه او هيئه الاستثمار اي مكان. الفكره كلها ان هنا الشباب اللي انا بتكلم على اصحاب المشروعات اللي هي موجوده في هذا الكيان، لو جيت عملت حصر لهذه المدينه وكثيرا من المدن الصناعيه، واسمح لي طبعا ان في بعض الالفاظ انا بقولها وانا بوجهها للمسؤول، يعني انا بوجه فعلا لرئيس التنميه الصناعيه هيئه التنميه الصناعيه وقلت له انا كنت زمان كتبت مقال المدن الصناعيه التي سكنتها الاشباح، اعمل مراجعه كامله للمدن الصناعيه، لان كثيرا من المدن الصناعيه هتلاقي فيها مصنع او أو ثلاثة اللي شغال، وتلاقي فيها مباني للإدارة داخل المدينة الصناعية. لا، احنا محتاجين ان الموضوع يبقى فيه تفعيل اكتر من كده. فحلقة الوصل دي بين الشباب وبين المواطن ووجود بقى فرص عمل وشرح فرص العمل، لان مثلا ممكن بعض المصانع تروح لها يقول لك والله انا مش لاقي الشباب اشتغل. هو القصة كلها ان ما لقيش حد ياخد فرصة العمل ويوصلها للمواطن او للشاب، لان طبعا كثير من الناس يقول لك والله انا عايز الجهاز الاداري للدوله. خلاص، فكره الجهاز الاداري للدوله في ظل 22 ده بقي يعني معلش، لو انت دلوقتي واحد قريبك جاله وظيفه في الجهاز الاداري انت لازم تنصحه وتقول اصل الجهاز الاداري ده ليه سقف المعيشه اللي احنا موجودين فيها، مستحيل الجهاز الاداري هيلبي رغباتك. احنا ممكن كنا في وقت من الاوقات كان كثيرا من الامور داخل الدوله المصريه مدعم، وده طبعا كان نظام خاطئ، ويمكن الاصلاح الاقتصادي اللي خاضته الدوله المصريه وخاضه الشعب المصري كله سواء كان نظام الحكم فيها او الشعب كله فعلا، وكله تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي. هذا الموضوع ماشي، انت كنت في يوم من الايام لما كان يتم التعيين على مبلغ مثلا 800 جنيه او الكلام في اي مكان، الى حد ما كانت ايجار الشقه بكام؟ ب 200 300 جنيه كان، يعني اللي انا اقصده ان كان ممكن تقدر تعمل حاجه. لكن انت دلوقتي هتيجي تقول والله شغالين في الجهاز الاداري ودينا 15000 جنيه، كلام مش منطقي يعني. لكن داخل القطاع الخاص والله حضرتك معلش انت حتى لو بدات ب 3000 جنيه لكن في الاخر انت ليك تارجت بتحققه، حققته هتاخد ال 15 وهتاخد اكثر من هذا المبلغ. ففكره كل ده محتاج وعي. الوعي ده انا من رايي ان غيبه المجالس المحليه او اي مكان بقى، هي مجالس اقتصاديه سياسيه اجتماعيه تمام اي مكان مسؤوله بشكل فكره أو فكره وجود مجالس حوالين المحافظ عشان خاطر يا جماعه برضو المحافظ هو مش في شركه او مش في وزاره، لان عمل الوزاره يختلف عن عمل الاداره المحليه بتاتا. المحافظه في وكيل وزاره في كل مكان وفي الاخر في ترتيب، لكن انت عندك في الاداره المحليه انت شغلانتك شغلانه رصد مشاكل، يعني 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 انت المفروض انت عارف المشكله في الحته الفلانيه ومشكله كل وزاره، لان بالمناسبه ان كثيرا من الوزارات نقلت اختصاصاتها للاداره المحليه فاصبح المحافظ هو الرئيس المباشر لهؤلاء الموظفين. في بعض الوزارات مثل وزاره العدل والداخليه لا وغيرها لم تنقل اختصاصاتها لوزاره التنميه صحيح المحليه. صحيح، وجود المحافظ داخل مش بس العدل والتنميه، لا في حاجات في وزارات ثانيه كتير يعني. داخل وجود المحافظ على كرسي المحافظه في ده طبعا مش اللي انا اقصده ان هم زي الوزير في قصة ان كل يوم جايه له ملفات مدروسه تمام وكل ما في الامر ان هو بياخد قرار فيها. لا تمام. حضرتك الحق فلان المركز الفلاني حصلت فيه مشكله، ده معناه حدث جديد. لو انت ما عندكش المقدره على الابتكار والابداع وانت فعلا شخصيه قادر على القياده تمام عشان خاطر تتخذ قرار
مع الحدث الجديد اللي مش مكتوب عندي في الكتاب. كلام مظبوط. يعني يا سيادة المحافظ، لو انت مفتكر ان ادارتك للمحافظة هو عبارة عن كتاب حضرتك بتقرا منه وبتطبقه، لا، ده في الادارة المحلية مش موجود. الادارة المحلية محتاجة اشخاص ذو كفاءة خاصة، وذو كفاءة خاصة تمام معناها ان فعلا ان انا معلش انا كل المشاكل بقى اللي بيتكلم عليها دي، اللي هو وجود بقى تعظيم بقى الفرص وتعظيم الـ 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 الامور الاقتصاديه داخل المحافظه والتمكين والتواصل وحمايه الامن القومي، كل هذه الامور في ظل وجود هذه الشخصيه القويه من المحافظ، وان هو فعلا طالما انت اتواجدت في هذا المكان، الفكره كلها مش فكره ان انا اكل شيء بحطه على الورقه. لا، انا مفيش ورقه تطمد عندي الا من عارف ابعتها ايه وبتحقق لي ايه للمواطن، لان انا في الاول وفي الاخر اقرب واحد للمواطن. وانت حضرتك حلفت اليمين قدام رئيس الجمهوريه، تمام، ورئيس الجمهوريه بعتك قال لك اتفضل في هذا الاقليم، وهذا الاقليم المتشعب، لان برضه مصر دوله اداريه متشعبه، عشان برضه ابقى صادق معاك يعني. طيب يا دكتور، هو في علم الاداره المحليه يعني احنا بنشوف ان الساده المحافظين العمل الاداري بياخد جزء كبير جدا من وقتهم بشكل او باخر، وبالتالي هو يعني بيكون فرصته او جهده فيما يتعلق بالملفات الثانيه ربما يكون العمل الاداري بيطغى عليه بشكل او باخر. الطريقه المثلى في تعامل الساده المحافظين مع التحديات اللي بتقابلهم وفقا للعلم بتقابلهم في كل محافظه تكون ازاي؟ ان يدي كل واحد اختصاصه ويسيب مساحات، بمعنى زي. ان انا عندي النهارده رؤساء الوحدات ورؤساء الوحدات المحليه داخل في بعض المحافظات احياء وفي بعض المحافظات مدن ومراكز، ثم انا عندي السكرتير العام باختصاصاته اللي هو مفيش تشابه فيه اللي هو القانون حطها، ثم اختصاصات النائب. احنا لو جينا والسكرتير العام المساعد كمان ده مساعد السكرتير العام، تمام، فهو بينوب عنه في لحظه غيابه، وعندنا النواب. وبالمناسبه يمكن من ضمن المبادرات الجميله اللي هي تمت في التعديلين اللي فاتوا اللي هو تعديل وجود نائب للمحافظ، وانا بوجه هذه الرساله للنواب المحافظ. احنا عندنا حوالي 32 نائب محافظ اتعينوا على مرحلتين، يعني كده يكون كل المحافظات فيها نواب المحافظ. انتم الراعين الاول في هذه التجربه، نجاحكم هو نجاح الاجيال اللي جايه بعديكم. عدم الخروج على الشباب، عدم التواصل مع الشباب، خلي بالك ده بيسبب مشاكل، لان هو في الاخر انا بقول انا كهشام عمال اكتب مقالات واكتب كتب ونكتب على الصفحات والكلام ده كله عشان خاطر مكنوا الشباب. في الاخر لما نعمل عمليه تمكين للشباب يجي تسال لي سؤال، هو انهي شباب اللي انت محتاج تمكنه؟ يعني ايه الامكانيات التي يمتلكها الشاب عشان خاطر انا احطه مثلا في ظل هذه، بالذات لما بتبقى مثل جاي مثل من 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 حاجه تانية، يعني مثلا بيبقى واحد مثل شغال في بنك، او واحد مثل شغال مثل في وظيفه معينه، تمام، وعن طريق الكيانات اللي موجوده في الدوله، وهذه الكيانات ساهمت كثيرا في اثقال خبرات هذه الشباب، زي الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب، وزي تنسيقيه شباب الاحزاب. هذه الكيانات طبعا كان لها دور فعال في الفتره اللي فاتت ان هي تجيب الخبره وتشرح للشباب، لكن مهما اديتهم العلم، لان كان يعني احنا عايزين نلعبها امريكان ولا مصري، يعني احنا محتاجين الشاب اللي هو متعلم بره، تمام، ويجي نقول والله اتفضل فيه انت مسؤول في المكان الفلاني، عايزين الاثنين اثنين في واحد بالظبط كده، تمام، ولا احنا محتاجين المصري، تمام، اللي احنا فعلا عارف يعني طبيعه المجتمع المصري وطبيعه الاحياء المصريه، تمام، لان كل مجتمع محلي مهما كان مستحيل هتطبق عليه نفس النظريه. صحيح. هو لازم الواقع بتاعه لازم والاستعداد الشخصي زي ما حضرتك قلت من شويه للابداع والتعامل مع التحديات بشكل مختلف وخارج دايره التعقيد اللي قد تكون موجوده بطبيعه البيروقراطيه واختصاصات كل مديريه وكل وزاره، فبالتالي هي بتكتف عمل الساده المحافظين والنواب الى حد ما. صحيح والله، لو جيت في يوم من الايام واستضافك احد المحافظين وشفت البوسته بتاعته ما شاء الله، يعني فعلا الموضوع هتلاقيه كبير، بس لما انت تبص في البوسته ممكن تطلع منها 3-4 موضوعات اللي هم محتاجين معاناه في حلهم، الباقي كله يعني فعلا عباره عن امر روتيني طول الوقت بيتعمل كل يوم. بالظبط كده، امر روتيني. طبعا برضو عندنا في بعض المحافظين بيخاف من فكره التوقيع واتخاذ القرار، فدايما بيسند كل الامر للمستشار القانوني. طب يا فندم، او وفقا للقانون. طب يا فندم، المستشار القانوني برضو انت بتحمله فوق طاقته، هو المفروض ان المستشار القانوني سواء كان جاي من هيئه قضائيه او غير هيئه قضائيه موجود جنب سيادتك، هو
بيقول لك على الاستثناء. احنا ليه دايما في حياتنا كله بنحول القاعده العامه للاستثناء، والقاعده العامه والاستثناء هو يبقى القاعده العامه؟ يعني انا الاستثناء بتاعي في هذه المساله ان انا احول المشكله دي، لو عايز اخد قرار استثنائي بالظبط كده، ان انا اشوف مدى قانونيه ده ايه، ان انا النهارده ويكون بيعالج مشكله، ان انا النهارده عندي مثلا مشكله جايه لي من اي اقليم من الاقاليم، وانا فعلا عايز اخد فيها قرار، فانا فعلا عايز المرجعيه القانونيه، فباجي اقول له الدين المرجعيه لو انا اتخذت ده، هل ده مخالف للدستور والقانون ولا لا؟ بالظبط كده. ولذلك هذا الامر، يعني انا برضو بتمنى ان فعلا من داخل الاكاديميات الخاصه بالتنميه المحليه وبذات اللي في سقاره وفي كثير من، وهم بيعملوا مجهود طبعا غير عادي، بس انا اتمنى المجهود ما يبقاش تقليدي، واتمنى ان الناس اللي بتديهم دورات تدريبيه تابعوهم. يعني انا النهارده مثلا ما اجيبش رؤساء الوحدات المحليه ورؤساء الاحياء كلام مظبوط وقعدتهم عندي 15 يوم عشان ياخد الدرجه، تمام، وفي الاخر بالظبط كده، عشان في الاخر ياخد درجه رئيس مدينه، تمام، وادي له شويه ورق كده، هو يعني مش فاهمهم، هو في الاخر اول ما هو اصلا بيعاني علشان يخلص الدوره باي شكل، فما يصدق بعدها بالظبط، لكن ما فيش متابعه فعلا زي ما احنا فعلا يعني احنا محتاجين ان احنا الى حد ما نبعد شويه عن الشكليات ونقول والله يعني هو شكله ياخد دوره. بس انت عارف يا دكتور، هي الفكره في ايه؟ الفكره ان المحليات هي لب الدوله فيما يتعلق بكل الملفات طبعا. انت لو بتعمل اي حاجه لازم بتحتك بالمحليات صحيح. بشكل او باخر صحيح. ففعلا يعني تطوير الجانب ده في حياتنا وفي عمق الدوله المصريه هينعكس على كل شيء بيتم على ارض الواقع، وبالتالي هيبقى نقطه نظام حقيقيه. خلي بال سعادتك، فعلا يمكن انا حقيقي طبعا على هذه الطرح طبعا، لان انا مهما اتكلمت عن وزاره ممكن انت حضرتك تتعامل بما فيه وزاره التربيه والتعليم، يعني على ما اظن مفيش مثلا، هو احنا مش بنتكلم على شيء محدد، احنا بنتكلم على ايات عمل موجوده، يعني في الاول وفي الاخر انت في مرحله معينه الولاد موجودين مثلا في الصف الابتدائي الاعدادي، انت التركيز بيبقى في الثانوي، وفي الاخر دخلوا في مرحله الجامعه خلاص خلصت. لكن وزاره التنميه المحليه مستحيل بمعنى كلمه مستحيل، مفيش واحد من الاسره او مننا ما يتعاملش معاها كل يوم، لان هي بما فيهم حتى ده الوزراء الموجودين داخل القاهره في ظل استضافه وزير محافظ القاهره، يعني اصلا فكره وجود مجلس التدخلات بالظبط كده، تمام، هو موجود المفروض في يعني هو اللي بيعمل التنسيق وكل حاجه طبعا المحافظ، ففكره المحافظ ان احنا نعظم من هذا الشان، وزي ما كنت دايما الواحد بيتمنى، يعني زي ما موجود قصر الاتحاديه قصر الحكم في العاصمه، يبقى موجود المحافظه اللي هي قصر الحكم برضه في نفس الوقت، يبقى موجود قصر الحكم في حتى الوحده المحليه القرويه، يعني يبقى تعظيم هذا الشان. تقصد هنا الفكره انه يكون صاحب قرار يعني. بالظبط كده، اللي هو النهارده برضو ما اسمحش حتى للموظف، يعني مثلا انا اسف يعني وخليني ان انا اقولها على الهوا، لو حضرتك ابنك يمكن في ثلاث وظائف، وظيفه خارجيه ووظيفه عدل ووظيفه تنميه محليه، على ما اظن هيختار اخر حاجه التنميه المحليه، يعني اخر حاجه في الترتيب التنميه المحليه، لا انا كدوله محتاج ان انا اعمل اعاده رؤيه كامله لموضوع لفكرة التنمية المحلية داخل الدولة المصرية، لأنه خلاص يمكن الفترة اللي فاتت احنا يعني ضربنا كثيرا من المبادرات، أتمنى أن المبادرة اللي جاية تبقى مبادرة تعظيم، ولازم الوزير يبقى عارف هذا الكلام، يعني اللي هو هشام أمنة تمام، لازم يقعد مع نفسه فعلا لوحده بدون أي تفكير من أو تدخل في الفكر، ويقول والله أنا إيه الخطوات اللي أنا عايز أعملها لوزارة التنمية المحلية، وصدقوني في اللحظة اللي هيكون فيها احنا عندنا كل محافظ فعلا هو يعني تمثيل للسيد الرئيس، وكل رئيس مجلس مدينه وكل رئيس حي وكل رئيس وحده محليه قرويه هو الحكم، يعني هو الحكم المحلي، يعني هو بيت الحكم، تمام، والمفروض ان باقي كل القطاعات داخلهم يبقى هو اعلى منهم. طب يا دكتور عايز اخد رايك عشان بس نكون منصفين في الحوار، احيانا بيكون التحدي المتعلق بالامكانيات صحيح. هنا بقصد الامكانيات اللوجستيه اللي موجوده صحيح. على الارض عشان ترضي الناس في المحافظه، ده محتاج راس في طريق، ده محتاج ميه، محتاج خدمات صرف صحي وما الى ذلك، الى اي مدى بترى ان التحدي المتعلق بالامكانيات وتحدي اتخاذ القرار والخبرات الشخصيه والقدره على الابداع والابتكار الاثنين بيكونوا عكس بعض في اداره عمل المحافظ؟ صحيح، حقيقي فعلا على هذا السؤال، ويمكن يعني انا فعلا يمكن ما خطرش على بالي فعلا ان اجاوب، لكن انت لو كنت سالتني ايه السؤال اللي نفسك تساله كنت هذا السؤال، لان فعلا انا كنت كاتب في مقال قبل كده اسمه مشروع شبقات، هو الفكره كلها ان انت ممكن كنت تلاقي مثلا المحافظ في
في محافظة أسيوط في 2010، مش شرط إن أقول اسمه، تمام، كان ما شاء الله مكسر الدنيا. محافظ في هنا في 2000 مثلا في نفس الوقت مكسر الدنيا. لا، هو على مستوى الدولة هتلاقي في بعض الأسماء اللي ما زالت عالقة في الذهن، ما زالت عالقة طول الوقت. طيب هل هذه الأسماء لما جات وأنت مكنتها وخلتها محافظ لهذا الإقليم، أنت اديتهم أي حاجة جديدة؟ يعني أنا أقصده إن هم نفس الموظفين، صح، ونفس العربيات، صح، ونفس الإمكانيات والكلام ده كله، هو ليه فلان الفلاني لما ماسك الشركة ما شاء الله السهم بتاعها عالي؟ هو ده عنده مقدره على اداره الجهاز الاداري بتاع، لان برضه العامل البشري، العامل البشري يا فندم هو النجاح. بص، مهما هو الاول يعني القدره على التكيف ومقاومه التحديات، القدره على اداره العامل البشري من اجل تنفيذ الرؤيه، صح، في ظل التحديات دي، لان بالادوات والامكانيات، صح. لان حضرتك معلش لو انت جيت الصبح قلت له اتفضل حضرتك امسك مسبيرو، لو انا ما قدرتش ان انا اتعامل مع الجهاز اللي موجود الاداري داخل هذا الكيان، انا في الاخر ما مش بالرؤيه بتاعتي، لان مفيش مسؤول بتيجي تقابله الا ما يقول لك انا هجيب لك القمر والشمس وهحطهم عندك في المكان، وفي الاخر حضرتك اتفضل طيب هات القمر والشمس، يجي تسال بعد 6 شهور والله انا لسه بدرس. طب يا فندم مفيش وقت للدراسه، مفيش وقت للدراسه، يعني المفروض انت من لحظه دخولك للمنصب غير بتاعك في التفاصيل، غرق في التفاصيل، تمام. والغرق في التفاصيل ده دايما بنقول من مشاكل الاداره في مصر، لكن هو لو عنده القوه لذلك تيجي بعض الناس، طب ده محافظه اسكندريه ايه السبب؟ ما هو نفس الشخص ونفس الادوات ونفس الامكانيات ونفس كل حاجه، ليه معلش انت ليه حسيت بالبصمه بتاعته؟ ليه حسيت ان في حاجه اتغيرت؟ ليه معلش في الكلمه، تمام، ما كده كده هو ماشي على الطرق رايح جاي وعارف ايه مشاكلها، ما فيش حد مش عارف مشاكل الدوله المصريه، تمام، لكن ليه انت قابلت ان يعني احد القيادات، طبعا يمكن قابلته في 2012 او 13، قال لي في يوم من الايام يا هشام لو بقيت مسؤول خد كلهم قرار جديد، وده فعلا او فعلا نظريه عبقريه، انك انت لو كل يوم اخذت في مكانك قرار جديد معناها ان انت كل يوم بتخلق حاجه جديده. فبتخلق حاجه جديده، انت كده طلعت بره الصراع بقى اللي هو المسؤول الفاضلنا، لا تشغله بقى بشويه الورق، تمام، يقعد بقى يمضي فيهم ويشوف ايه اللي رايح واللي جاي والكلام ده كله، ودي مش المسؤوليه الاساسيه بتاعتك. انت جيت في هذا الكيان من اجل معلش يعني في الاول وفي الاخر الارتقاء بالمواطن، من اجل راحه المواطن، خدمه الناس في الاساس. مشروع قوه عامله مصر ده واحد من المشروعات اللي بتتعامل فيها وزاره التنميه المحليه مع الوكاله الامريكيه للتنميه. صحيح. هدفه ايه يا فندم؟ هو هي مبادره تشغيل الشباب وتاهيلهم لسوق العمل. ويمكن هذا الصندوق مضى مع كثير من الوزارات بما فيهم يعني وزاره التربيه والتعليم من اجل تدريب المدرسين وكده يعني، لكن هو الفكره كلها زي ما احنا يمكن اتكلمنا في السياق كله، ان انا ازاي اوصل للشباب، ازاي اقنعهم بالعمل الحر، العمل الخاص، ازاي اهلهم لهذا الموضوع، لان النهارده صاحب العمل الخاص لو انت شخص مش مؤهل عشان يعني، تمام، هو عمره ما هيصرف فلوس او عمره ما هيديك الراتب. لازم تبقى انت عندك ميزه كشاب، ان انا لما اروح النهارده كمحاسب او كقانوني او كمهندس او لازم تبقى عندك الميزه. ويمكن كثيرا الحمد لله ما زلت برضه بقول ان التعليم المصري الحمد لله تعليم بخير، ويمكن كثيرا من خريج كليه الطب في الفتره اللي فاتت لو لاحظتوا ان تقارير بتقول لك، وانا الموضوع ده بيبسطني، يعني في بعض الناس بتزعل ان موضوع ان الدكاتره يطلعوا يشتغلوا بره، لا ده معناه ان فعلا الدوله المصريه لديها بنية قوية في التعليم، ولديها مادة علمية قوية بتديها للطالب، بيطلع دول أوروبا أو دول الخليج بيلاقي الوظيفة. وأنا فيش مشكلة عندي إن أنا أوسع في هذا الموضوع، طالما أنتوا عايزين قولوا له والله أنتوا إيه الكمية اللي أنتوا عايزينها أو الأعداد اللي أنتوا عايزينها، تمام، مفيش مشكله ان احنا نحطها في الحسبان في ظل وجود السنوات القادمه. لكن هذه طبعا مبادره جميله، ودي دايما من مبادرات يعني الامم المتحده، هي طبعا بتبقى موجوده في كل المجتمعات، وكل المبادرات فعلا هي محتاجه فكره ان احنا ننزل بها لعمق الدوله المصريه، يعني ما يبقاش اطارها مثلا محافظه الجيزه او القاهره او اسكندريه، لا يعني نخرج بها لعمق الدوله المصريه. نتمنى كل التوفيق للمحليات، وأنا بشكرك على كل هذه الموضوعات وعلى الدردشة الصريحة. بشكرك جدا دكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء سابقا، خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة، نورتني في هذا الحوار. شكرا جزيلا، أنا بشكر حضرتك، أشكرك جدا يا دكتور. وأنتم مشاهدين الكرام لكم من كل تقدير، حتى نلتقي في حوار خاص قادم بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.